وصلنا مع حضراتكم دلوقتي لآخر فقرات حلقتنا النهاردة، واللي خصصناها دايماً علشان تكون استشارة طبية. أوقات كتير بتشوف أشخاص بياكلوا كتير، شهيتهم بتكون مفتوحة على طول، على الرغم من إن هم ممكن يكونوا مش جعانين، لكن بياكلوا لمجرد إن الأكل بيسبب لهم حالة من النشوة والسعادة فبياكلوا، وبيوصل ساعات للإدمان، اللي هو أنا فرحان باكل، زعلان باكل، متضايق باكل، في كل الظروف باكل. وطبعا النتيجة بتكون معروفة، السمنة بكل درجاتها، شكل مش أحسن حاجة، عدم ثقة في النفس، ومش بس كده كمان بيسبب أمراض كتير جدا إحنا في غنى عنها. علشان كده منورانا النهاردة في الاستوديو دكتورة سالي فيكتور، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة أون تارجت فارما، واللي هتكلمنا عن إدمان الأكل وأسبابه وإزاي نعالجه. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا طبعا المقدمه دي عني، يعني المقدمه دي دول مش ناس، دول انا فعلا لما بزعل باكل، كل مشاعري بترجمها الاكل. فقولي لي ازاي نعالج ده؟ هو طبعا كلمه ادمان الناس دايما بتترجمها لحاجات تانية، يعني ادمان حاجات تانية، لكن يكون في حاجه اسمها ادمان اكل ممكن يكون اللفظ غريب شويه على بعض الناس، كبير كمفهوم عند بعض الناس، اللي هو يا جماعه انا بحب الاكل عادي، مش درجه ادمان. بس هي فكره ان ادمان الاكل بتكون حاله عاطفيه اكتر من هي حاله نفسيه، ان انا ببقى رابط شعور الاكل دوت بشعور عندي انا بحبه، زي مثلا ان انا زعلان فمثلا بفش غلي في الاكل، فرحان فباكل كتير وانا مش حاسس باكل قد ايه، او انا اساسا مش مركز انا باكل ايه، انا باكل وانا دماغي مثلا مشغوله باي موضوع تاني عندي، فانا باكل اي كميه قدامي وانا مخي مش مترجم ان انا باكل اصلا، انا باكل كده وانا مش حاسس او دماغي مشغوله في حاجه تانيه، فمش واخد بالي من الكميات. ده غير كمان ان في بعض الناس بتربط الاكل بشعور معين عندها، يعني في ناس بتقول لك انا بحس بالامان لما باكل، رابطه الاكل مثلا عندها بشعور معين، او بيفكرها مثلا بذكرى معينه، فبعد فترة بيلاقي ان الشخص دوت عايز ياكل مش عشان هو جعان، ده مش جوع حقيقي، ده هو بس ولا خلايا جسمه محتاجة الطاقة، ولا يعني في سيجنالز بعتتها الخلايا للمخ ان المفروض الواحد ياكل دلوقتي او هو جعان، لا هو بس كل الحكاية ان هو بياكل عشان هو مبسوط او هو زعلان او رابط الاكل ده بشعور معين عنده، فهو بس بياكل كده فرحة او يعني بياكل حزن. فبكل الاكل دوت طبعا الجسم ما بيكونش محتاج كل الاكل دوت، او كل يعني كل الكربوهيدرات او كل الكالوريز اللي داخله ديت، فطبيعي الجسم انت عمال تدخل لي كالوريز كتير وانا مش محتاجها، فانا مش عارف اتعامل مع كل الاكل دوت. ففي ناس بقى غير انها بقى بتروح تتخزن بقى في منطقه البطن ومنطقه الارداف، اكتر منطقتين بتتخزن فيهم السكريات بالذات، ان هو كمان انا بعلي هرمون الانسولين جدا في الدم، بستفز البنكرياس، بعمل لود عليه. في ناس كمان ممكن من كتر الاكل بيحصل لها انتفاخات بشكل كبير جدا، ممكن يحصل لها عسر هضم، بتحس انها مخنوقه من كتر ما اكلت، بطنها مليانه قوي، فعارفه لو تقول لك انا حاسه ان في حد واقف على قلبي، او انا اكلت لحد انا مش قادر اتنفس. فهما دايما رابطين الاكل بشعور معين عندهم، ويعني لو انا متضايقه وانا زعلانه طبيعي مش هفكر ابدا ان انا اروح اكل هيلثي فود او لا هيلثي مش ولا سلطه، لا متضايقه مش هروح بقى سكريات بقى مكرونه بقى مش صح، معجنات مثلا كرواسو بقى وباتيه والحاجات دي كلها، دايما هروح للاكل او جانك فود او فاست فود او كل الاكل دوت، لان انا مش باكل عشان انا جعان، او انا بفكر في الاكل دلوقتي عشان انا خلايا جسمي محتاجه طاقه، انا بس ربطه بشعور عندي، فانا طبيعي هفكر في الاكل. بس دكتور هو ده حقيقي؟ هو بيسبب فعلا سعاده هي لحظيه في النهايه، لكن هو بيسبب الاكل اللي حضرتك بتقولي عليه، سواء الجانك فود سواء المعجنات الكارب السكريات، هي فعلا بتعمل فجاه. انا لما باكل شوكليت فعلا بحس في نفس اللحظه بالاحساس الاول، اول دقيقه اول دقيقتين ما انا بقول هو سريع بعد كده كل الكلام ده ما بتحسيش بيه، بالعكس ده بيبقى ليه نتائج نفسيه مش حلوه اصلا. الاكل لو شعور بقى بالذنب بالظبط، غير الشعور بالذنب، هو الاكل الغير صحي اصلا ما بيعملش اي حاجه في النفسيه حلوه خالص، يعني انت لو جربتي تاكلي اكل صحي بجد نفسيتك بتتحسن. ايوه صح صح دي حقيقه صح فعلا، على اللونج تيرم يعني كمان بيفرق جدا، جسمك بيبقى مبسوط. كل الناس بتبقى رابطه اكل معين بشعور معين عندها، يعني انا لو كلت شوكليت انا هبقى مبسوطه دلوقتي. هو طبعا الشوكليت هي بتعلي عندنا هرمون السيروتونين او هرمون السعاده، فده اللي بيحسسنا ان احنا مبسوطين لحظيا، بس هو في مخيلته في عقله الباطن انا رابط الشوكليت ان انا لو كلتها هبقى مبسوط، فملهاش علاقه قوي بانها مثلا الاكل بيعمل حاجه في الجسم، هو ربط الدماغ، هو الدماغ كله هنا، كل حاجه بالظبط انت بتشوفي حاطه في دماغك ايه
والتوتس بتاعتنا لازم الافكار بتاعتنا تتغير، هنعرف بعد كده نحسن من عاداتنا. طيب الناس اللي عندها ادمان للاكل زي ما بنقول ونفسها تخس، تعمل ايه يا دكتور؟ الحل السحري نعمل الحل السحري. احنا بنشتغل على تو ويز. طبعا اول حاجه ان احنا بنوعي الناس باهميه الاكل. طبعا هو ربنا خلق جسمنا بنظام معين، كل حاجه بتشتغل فيه بنسب معينه. فهو خلق لنا الاكل دوت او الاكل ده موجود عشان يدي جسمي طاقه، عشان الخلايا او العمليات الحيويه في جسمي تمشي بشكل مظبوط. لكن ان انا لما احنا عملنا بقى حاجات مصنعه وان احنا بناكل بكتير كل دوت، اصلا انا كده مش بحافظ اصلا على النعمه اللي ربنا ادهاني. فاحنا بنحاول نوعي الناس اهم حاجه بان هم فعلا دي مشكله كبيره عندهم، وان هي موضوع كله نفسي او عاطفي. انا رابطه الاكل بشعور معين عندي، فبوعي الناس باهميه النظام الغذائي الصحي. ده غير طبعا ان احنا علشان برضو نسيطر على حب الاكل او الشهية المفتوحة، او ان كمان الناس بتاكل كميات كبيرة قوي قوي قوي، فاحنا دايما بنساعدهم بكورسز مساعدة. الكورسز ديت هتساعدهم بكذا وي، ان هي طبعا اول حاجة هتحسن معاهم شعور الشهية المفتوحة على طول، او ان انا باكل كميات كبيرة، لان هي بتسد النفس او بتنفش في المعدة، فبتملى بتدي احساس بالامتلاء، فبتساعد بشكل كبير جدا على الشعور بالشبع. ده غير بقى ان هي كمان فيها انزيمز مع فيتامينز، زي مثلا فيتامين سي. كل دوت هيساعد الجسم ان هو يخلي عمليه التمثيل الغذائي ماشيه بشكل مظبوط، يساعد الجسم ان هو يحرق الدهون اللي متخزنه او يفتت الدهون اللي هي بقى لها فتره متراكمه طبعا في منطقه البطن بقى والدراع والارداف، كل الاماكن طبعا معظم كمان السيدات بالذات بتعاني منها. فكل ده احنا بنساعده لما بنمشي على نظام غذائي متوازن. ده كمان هيكمل عمل الكورس، لان احنا بنقول للناس ان الكورس بتاعنا والياف الانسيليوم هو مش دواء، مش كيميكالز، انا مش بلعب في اي حاجه في الجسم، هو كل حاجه ان هو مكمل غذائي. فهو بيكمل العمل اللي بيعمله النظام الغذائي، او بيساعد بشكل كبير جدا ان احنا نشوف ريزلتس سريعه وملموسه. وطبعا احنا برده بنحاول نخس بشكل صحي وبنحل المشكله اللي هي عندنا. في ناس كمان بتكون مرتبطه ان دايما مثلا في فتره الشتاء، ان احنا بقى داخلين احنا في ديسمبر اهو خلاص، ان لازم يكون في ايدي مشروب سخن، لازم طول اليوم اشرب كافيين كتير بقى، شاي، نسكافيه، اي مشروب سخن، لازم طول النهار لازم ابقى قاعده كده في ايدي مشروب سخن. فاحنا طبعا ده بيبقى يعني على المدى البعيد طبعا وحش جدا، لان هي كميه كافيين داخله الجسم كبيره جدا، او مثلا تانينز زي في الشاي. وغير كمان انها لازم تكون متحليه، احنا كده بناكلها من غير سكر يعني، او بنشربها من غير سكر، فبتكون كميه معالق سكر كتير قوي في كل كوبايه. يعني احنا في ناس، بعض الناس اللي تواصلوا معانا حقيقيين، بتقول لنا انا لازم الشاي يبقى 6-7 معالق سكر. يا لهوي، ده كده حاجه بسيطه يعني. احنا سمعنا في ناس تقول لك نص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه الشاي. ايه ده لا مستحيل يعني، شربات يجيلهم هبوط شربات. فالناس متعلقه بالسكر يعني بشكل كبير جدا، وده ممكن من الحاجات اصلا اللي تبوظ النظام الغذائي، او تخليني ما احسش بريزلت سريعه، لان انا دخلت كميه سكر كبيره جدا لجسمي، وانا يعني بالنسبه لي عادي انا بشرب. طب لو حد عايز يتواصل معاكم؟ طبعا الارقام الموجوده على الشاشه، ممكن من خلال المكالمات او من خلال الابلكيشن الواتساب. موجودين بقى على السوشيال ميديا، على الفيسبوك صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، دي الاوفيشال بيج بتاعتنا. كمان ممكن من خلال صفحه دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه. موجودين كمان على الانستجرام، صفحه برده اون تارجت فارما على الانستجرام، دي الاوفيشال بيج بتاعتنا، وصفحه دكتور نهال حافظ برده على الانستجرام. ممكن برده كله عندنا اهو طالع على الشاشه بالظبط. دي الانستجرام اهي، صفحه اون تارجت فارما وصفحه دكتور نهال. الناس تتواصل وتشوف برده ايه النظام اللي بينفع بيناسب كل حاله. بيناسب طيب. كل حاله. ماذا لو انا مش باكل كميات كتيره، بس باكل نوعيات الاكل اللي هي السكريات والنشويات، بس مش بكميه كبيره؟ هي مشكله السكريات والمعجنات والحاجات ديت ان هي بتدي جسمي كالوريز سريعه، بس في نفس الوقت بتتهضم بسرعه، فانا بعد فتره قليله جدا بحس ان انا جعان تاني. ان هي من الكربوهيدرات، انا عندي نوعين من الكربوهيدرات، يا اما كربوهيدرات بسيطه اللي هي زي السكريات، السكر وخلافه، او كربوهيدرات معقده بس برضو بتتهضم في وقت مش يعني مش طويل قوي. فمشكله المعجنات، الدقيق الابيض، المكرونه، الحاجات دي كلها انها من الكربوهيدرات البسيطه اللي انا مجرد ما باكلها ما بتقعدش في معدتي وقت طويل، وفجاه بتتهضم وبحس ان انا جعانه تاني، مع اني مثلا ببقى ايه ده لسه يعني اكلت لسه من ساعتين او ما كملت الساعتين، بس انا حاسس ان انا جعان تاني. فابتدي بقى افكر، طب اخد مثلا حته شوكليت سريعه كده، طب في حلويات في الثلاجه طب اكلها، طب في حاجه مثلا في بقيه الاكل طب اكمله. فدي الحاجات اللي بتخلينا ان احنا طول اليوم ببقى بناكل واحنا مش حاسين اصلا ان احنا بناكل كميات كبيره. اصل انا بقول انا باكل حاجات صغننه على مدار اليوم، فهي بتجمع معايا كالوريز كتير، بس في نفس الوقت انا برده بدخل جسمي، مش بدخله عناصر غذائيه اللي هو محتاجها، وعماله ادخله كالوريز اكتر من اللي هو محتاجه. فاحنا لما بنبقى حاسين بالشبع طول اليوم او على مدار فتره طويله، تلقائيا دماغي مش هتفكر في الاكل،
مش هتفكر ان انا عايز اكل او انقنق طول اليوم، او زي مثلا دايما السيدات في البيت تقول لك اصل انا باكل مش عارفه من ورا الاولاد ساندويتش، اصل انا مش عارفه اتبقى ايه فاكلته، اصل انا يعني كل الحاجات دي بتجمع معاها على مدار اليوم تقول لك انا ما بقعدش اكل وجبه كامله اللي هي وجبه الغداء، او ما بقعدش مثلا اكل وجبه العشاء، لكن على مدار اليوم باكل كتير مشروبات سخنه كتير فيها سكر كتير، مع كمان ان انا طول اليوم في الاكل، فبيجمع بقى معاها على اخر اليوم كالوريز كتير، وهي برده مش حاسه انها شبعانه لان هي مش بتدخل جسمها كل العناصر الغذائيه اللي هي محتاجها. فاحنا بنساعدهم دايما الكورس غير الالياف الاناسيليوم اللي هي طبعا هتساعدها بالشبع، احنا بندخل وسائل مساعده تاني برضو بسيطه بس بتدي افكت كبير جدا، زي مثلا احنا بنديهم اعشاب المورينجا او الجرين كافي. الاعشاب المورينجا او الجرين كافي هي حلوه جدا جدا جدا، لان احنا المشروبات السخنه على مدار اليوم طبعا بتحسس الشخص بالدفى شويه بان احنا يعني في الشتاء، ده غير كمان ان المورينجا حلوه جدا لان هي من عشبه ليها فوائد يعني عظيمه جدا، حتى هم سموها عشبه الحياه او فيها اكسير الحياه او يعني نبع الحياه. ان العشبه دي من كتر الاكتيف انجريدينت اللي فيها او من كتر الفوائد اللي فيها طبعا غنيه جدا بمضادات الاكسده، بتساعد جدا في عمليات الهضم او عسر الهضم، انها حتى لو انا كمان لو عكيت شويه في الاكل يعني اكلت حاجه كده فحسيت ان بطني مليانه قوي او ان انا متضايقه او ان انا مثلا عندي بطني وجعاني او مش قادر اهضم الاكل دوت، المورينجا كمان هتساعدني بشكل كبير قوي ان هي تحسن معايا عمليه الهضم. ده غير انها كمان بتظبط مستويات السكر في الدم، فانا لو انا مثلا عندي مقاومه انسولين او انا مثلا السكر عالي عندي شويه في الدم، كل ده طبعا بتساعد المورينجا انها بتظبط سكر الدم، فالى حد ما مش احس بهبوط او مش احس ان انا جعان عشان مثلا سكر الدم عالي. كل الحاجات دي هي لما بتظبط مستويات السكر انا احساسي اصلا جسمي بيكون فايق كده وكويس، فبقى على طول اليوم بكمل النظام الغذائي بتاعي عادي جدا وبشرب المشروبات السخنه بتاعتي عادي جدا وانا مظبطاها. بنساعد كمان حاجات بتساعد على انها بتزود عمليه الحرق في الجسم او ان هي بتساعد الجسم اكتر في عمليه التمثيل الغذائي، زي مثلا سلاك. سلاك هو يعني يونيك فورمولا كده، يعني مش عايز اقول لك مفيش برودكت في الماركت فيه الاربع عناصر اللي احنا حاطينها في سلاك، لان سلاك فيه نسبه ال كارنتين مع نسبه كافيين مع عنصر الكروميوم مع فيتامين سي. اوكي. الفورمولا ديت او التركيبه ديت بتدخل على عمليه حرق الدهون من اول ما الدهون دي بتدخل جسمي لحد ما الجسم بيكسرها بياخد منها طاقه. الدهون اللي بتدخل وانا باكلها دلوقتي ولا الدهون اللي اوريدي موجوده ومتخزنه في الجسم؟ اللي موجوده واللي انا باكلها. أوكي. يعني هو بيشتغل على ان احنا بناخده اصلا كوبايه بعد وجبه الفطار. الكافيين والال كارنتين بيشتغلوا دايما على الاديبوس تشق او على الخلايا الدهنيه الموجوده في جسمي، لان الال كارنتين ده بيبقى زي كده حاجه بتنقل الدهون بتاخدها من الاماكن اللي هي متخزنه فيها اللي هي الخلايا الدهنيه، اللي هي كل وظيفتها في جسمي ان هي بس بتخزن الدهون، هي مش بتعمل اي حاجه ثانيه غير ان هي انا بدخل دهون زياده فالخلايا دي بتاخد الدهون دي اللي انت دخلتها لي وانا مش محتاجها، تعالى بقى هاتها انا بخزنها عندي. تمام. فده اللي بيخلي البطن تتكون على مدار الفتره وان الكرش بقى وكل المشاكل دي كلها. فالال كارنتين دوت لا بيقول الخلايا الدهنيه دي لا شكرا انت كده خلصتوا الشغل بتاعكم، هاتوا لنا بقى الدهون ديت علشان نوديها لمراكز الحرق في الجسم علشان الجسم يعرف ينتج منها طاقه. فده هو اصلا ال كارنتين ده موجود في جسمي بشكل طبيعي، بس لو انا باكل طبعا على المظبوط، لكن انا لما باكل اكتر من اللي محتاجه ال كارنتين ده ما بيبقاش ملاحق اعمل ايه ولا ايه ولا ايه، فما بيفرزش مظبوط في الجسم. فمش طبعا نسبته ما بتكونش كفايه، فاحنا لما بندخل له سورس من بره ال كارنتين وبرده بنسبه عاليه جدا زي الموجوده في سلاك، ده بيساعد الجسم اكتر ان هو يحرق اكتر وان هو يخلي الجسم عمليه التمثيل الغذائي ماشيه بشكل اسرع وبشكل احسن. احنا بقى مش بس نقلناها لمراكز الحرق، احنا كمان زودنا في السلاك نسبه كافيين. الكافيين ده هو اللي بقى بيدخل على مراكز الحرق دي في الجسم او اللي هي عمليه التمثيل الغذائي ويحرق بقى الدهون الموجوده ديت، يكسرها لجزيئات اصغر فالجسم يعرف يتعامل معاها وياخدها للخلايا عشان ينتج منها طاقه. ماشي. يعني بص يا دكتور تعالي كده ايه ببساطه كده بسطتي لي الموضوع. ادي الكورس الاناسيليوم موجود، بيتكون من كام حاجه وبيتاخدوا امتى؟ يعني في حاجات بتتاخد قبل الاكل، في حاجات بتتاخد بعد الاكل. أيوة. يعني بسطيهولي كده، اديني روشتة كده كامله. احنا بنقسم اليوم لثلاث وجبات غير طبعا السناكس او على حسب طبعا النظام الغذائي. فاحنا بنقول الكورس المكثف اللي هو بيكون فيه اكتر من عنصر، بيبقى فيه الالياف الاناسيليوم مع السلاك مع مثلا السكر الدايت اللي احنا ممكن نستخدمه في اي وقت عادي. يعني الكورس فيه الالياف وفيه السكر وفيه الكافي اللي هي الجرين كافي وفيه ال كارنتين وفي اللي هو السلاك وفي السلاك، خمس حاجات. هما الكورس عباره عن ايه؟ خمس حاجات بالظبط. ده الكورس المكثف اللي هو فعلا حد عنده مشكله كبيره جدا مع الاكل، غير ان كمان جسمه على مدار فتره طويله ما بقاش بيحرق بشكل
مناسب او بشكل كويس، فكمان عمليه الحرق عنده بدات ضعيفه او هو خلاص وصل لمرحله ان هو فعلا مش قادر. فكل العوامل دي انها طبعا بيظبط الاكل معانا، فاحنا بنساعده بقى بكذا حاجه. احنا بناخد وجبه الفطار بتاعتنا عادي جدا اللي هي بتكون محسوبه السعرات وبرده بتكون بتشبع، وبناخد بعدها كوبايه السلاك. السلاك هو برده ساشيت بتتفض على كوبايه ميه وبتتشرب، هو برده طعمه حلو جدا زي الاماسيليم، لان هو في فيتامين سي كتير، فهو في نكهه البرتقال يعني تحسه عصير طعمه حلو بالظبط. ده بيساعد الجسم على مدار اليوم ان هو يكون نشيط، لان طبعا نسبه الكافيين بتفوق اصلا. حتى انا طبعًا. في العادي بشرب قهوه او نسكافيه، الكافيين اللي موجود فيه بيساعد ان انا افوق وان انا اكمل يومي بباور عالي. غير بقى ان هو هيشتغل بقى على عمليه الحرق على مدار اليوم، هيخليها على اعلى مراحلها. تمام. فانا جسمي طول ما انا باكل في اليوم شغال عمليه الحرق عشان انا ساعدته بعوامل ثانيه. قبل بقى فتره، قبل الوجبه الرئيسيه بتاعتنا او وجبه الغداء، احنا بناخد قبلها بساعه كوبايه الاناسيليم او الياف الاناسيليم. هي برده ساشيت، الساشيت دي هتساعدني بشكل كبير جدا ان تملى في معدتي. انا بشرب بعد بالشبع بالظبط، احنا بنشرب بعديها كوبايتين ميه، فهي الالياف ديت هتفضل تمتص الميه اللي انا بشربها وتنفش في الحجم، او حجمها يفضل يتضاعف، ممكن يوصل كمان لحد 15 او 20 ضعف حجمها، فده بيملى حيز كبير جدا في المعده. يعني لو معده مثلا متقسمه كده اهوت، احنا حوالي بنملى تلتين حجمها، فانا بقي لي بس تلت الحجم الباقي من المعده دوت، فانا خلاص انا هاكل الوجبه بتاعتي اللي هي بتبقى وجبه الغداء، وهتكون مكفياني طبعا بشكل كبير جدا، وهتساعدني ان انا على بقيه مدار اليوم ان انا افضل حاسس بالشبع. العوامل المساعده الثانيه دي ممكن تستخدم على مدار اليوم، يعني مثلا السكر الدايت انا ممكن احطه في المشروبات، تستعمليه عادي في المشروبات في المشروبات. وكمان اللي بتميز بيه سكر سيسل ان هو بيستحمل درجات الحراره العاليه، يعني ممكن احطه في المعجنات او ممكن احطه في نطبخ بيه عادي، نطبخ بيه بالظبط، نعمل بيه الحلويات. دي ان هو بيستحمل درجات الحراره العاليه، بيستحمل الفرن، ممكن كمان اعمل بيه يعني حتى في المشروبات السخنه. هو مش بيغير طعمها او مش بيسيب افتر تيست اللي هو اللاذع او دايماً هو يضايقني او يخليني المشروب بتاعي زي ما انا متعوده عليه بسكر عادي، بس جسمي هياخد السكر دوت زي ما هياخده زي ما هيتخلص منه، فمش هيديني اي كالوريز زياده. اوكي. فاحنا عجزنا الكالوريز في المشروبات وفي الاكل. عايز اسالك على حاجه ثانيه، في جلسات بتتعمل دايما مع الدايت لحقن ميزوثيرابي او جلسات اللي هي التخسيس الموضعيه بالاجهزه والحقن والكلام ده كله. ايوه كلميني عن ده، وهل ده فعلا مفيد ولا الناس تروح تعمله كده وخلاص ممكن يبقى ليه ضرر معين؟ لا طبعا، هو التخسيس الموضعي حلو جدا، في ناس بتعمله، بس لازم نتاكد ان احنا بنعمله عند دكتور تراستد، احنا واثقين في المكان واثقين في العياده، نلتزم على البريسكريبشن اللي الدكتور بيديها لنا. يعني مثلا احنا بنعملها كل 10 ايام، يبقى لازم التزم بالوقت بتاعي بالظبط. اسمع، يعني في ناس بتقول لك خلاص انا عملتها مره وخسيت شويه، فانا خلاص عجبني الموضوع ومش عايز اروح اكمل، فده اللي بيخلي الجسم ممكن يترهل او ممكن تدي كمان نتيجه عكسيه عند بعض الناس. فلازم لو احنا قررنا، ممكن كمان الميزوثيرابي يشتغل مع الكورسات بتاعتنا، او في ناس مثلا بتحب يعني تعمله في الاول وخلاص، لا انا عايزه اوصل بقى كمان لجسم منحوت اكتر مظبوط اكتر، انا عايزه اوصل بقى للبرفكت او الايديال بتاعي قوي يعني. فطبعا الكورس هيساعدنا ان احنا ننزل في الوزن بشكل كبير جدا على مدار فتره، وممكن معايا ان انا كمان اساعد ان انا انحت قوامي او ان انا اخلي الجسم اشد الجلد شويه، اشد الجلد بالظبط. لان هي في بعض الناس من كتر السمنه الجسم من لما بيتشد جامد ممكن يحصل له ترهلات او مثلا يبقى فيه مشاكل ثانيه، فبرده الميزوثيرابي بيساعد برده بشكل كبير جدا في عمليه اللي احنا بنظبط بقى الجلد. دي حاجات دلع اكتر بقى. طيب دكتور، عايزين نعرف منك لو الناس يتواصلوا معاكي ازاي؟ احنا طبعا الارقام الموجوده على الشاشه ممكن من خلال الارقام او من خلال الابلكيشن الواتساب، يعني هو لو لقوا بس الرقم مشغول شويه من ضغط المسجات ممكن عادي يتواصلوا على خلال الابلكيشن الواتساب. طبعا موجودين على السوشيال ميديا، على الفيسبوك صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، دي الاوفيشال بيج بتاعتنا. صفحه دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه برده على الفيسبوك، هي يا جماعه على الشاشه ممكن تصوروها بالموبايل او بالظبط. موجودين كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. اوكي. وصفحه برده دكتور نهال حافظ على الانستجرام. قولي لي يا دكتور، يعني الكورس ده نتايجه يعني تبتدي تبان من امتى؟ هو طبعا من خلال اول شهر، يعني في ناس كمان من اول اسبوعين بيبان معاها بشكل كبير جدا، واحنا دايما بنركز اكتر على المقاسات مش الميزان. بالظبط. الجسم ممكن في اول فتره ينزل ميه
اكتر اللي هي متخزنه اساسا في جسمي من كتر الاكل غلط او مثلا باكل ملح كتير او الحاجات دي كلها. ففي الجسم في الاول فتره دي بينزل الميه دي اكتر وبعد كده بيبتدي بقى بعد ما نخلص الميه دي بيبتدي تكون مثلا الحرق الدهون بقى نشتغل على عمليه حرق الدهون نفسها. فهنلاقي بقى ان المقاسات كمان قلت لان احنا لو عملنا انبادي هنلاقي ان حجم الدهون في جسمي قل بشكل كبير جدا وممكن كمان اكون زودت الكتله العضليه اكتر اللي خلى جسمي مناعته احسن وبيحرق بشكل احسن وكل الحاجات دي. فطبعا من اول شهر الناس بيبان عليها بشكل كبير. حتى احنا بنسمع دايما الكومنتس من بعض السيدات يعني دكتور النتائج بتبان من اول شهر. من اول شهر دكتور انت شرفتينا ونورتينا. للاسف وقت حلقتنا خلص النهارده بس اكيد هتكوني موجوده معانا في حلقات ثانيه. حلقتنا النهارده خلصت. استنونا ان شاء الله كل يوم من الحد للاربع من الساعه 3 ل 4:30 انا واميره ان شاء الله. باي باي.